الليل والوحدة أحسن عاملين ممكن يشجعوك على الانتحار. الموضوع بيحلو أكتر في وجود البلكونة، أنبوبة المطبخ، سكينة المطبخ برضو. ساعتها ما بيبقاش ناقصة غير حاجة واحدة بس، إنك تاخد القرار. في ظروف زي دي النشاط المفضل عندك بيبقى انك تعمل شاي، وبعد ما بتخلص الشاي تعمل شاي تاني، وبعد ما بتخلص التاني بتعمل شاي تالت، وبعد ما بتخلص الشاي التالت بتبدأ تعمل قهوة. بس نظرا لانك بتلاقي البن خلصان فبتروح تقعد على الفيس. الفيسبوك حاجة جميلة جدا، بس لو انت زي ايمن المسيري الموضوع هيختلف، هيختلف جدا. زي ايمن المسيري معناها انك قربت على 30 واول مره تستخدم الفيس من شهر تقريبا، بس مش اي شهر. الشهر ده من نوعية الشهور اللي بتتغير فيها حياتك تماما، بتنقلب رأسا على عقب زي ما بيقولوا. الشهر ده طلق فيه مراته، وبالتالي بعد عن أغلى حاجتين في حياته، مراته ومنة بنته. ولو انت زي ايمن المسيري مش بتحب الوحدة، هيبقى قدامك حل من اتنين: يا اما تعمل زي ما قلنا في البداية وتنتحر، يا اما بقى تحاول ترجع مراتك. ما انصحكش انك تقابلها او تتصل بيها، غالبا المواجهة المباشرة بتجيب نتائج عكسية. ساعتها مش هيبقى قدامك غير انك تعمل زي ما ايمن عمل، تبعت لها رسالة تقول فيها: حبيبتي معي، ما تستغربش اني لسه بقولك حبيبتي، انا فعلا لسه بحبك يا معي. وبرضه ما تصوريش اني بعتلك الرساله دي عشان اقولك ان انا بحبك والكلام ده، وبرضه مش بعتلك عشان اعاتبك او اقولك ان انا مش غلطان او انك انت الغلطان. برضو لا، مش مهم مين الغلطان، بجد مش مهم. انا مستغرب من تفكيرنا جدا، ازاي بننسى كل حاجة قدام موقف؟ ازاي كل حاجة بتتمسح من قدام عينينا وما منشوفش غيره؟ انا مش عايزك تفتكري اي حاجة من اللي حصلت. اللي بينا اقوى كتير من اي حاجة واي اختلاف. انا عايزك تفتكري اللي بينا يا مي. فاكرة أول مرة اتقابلنا فيها؟ كنت جاية لباباكي في الشغل، بس يومها كان استأذن ومشى بدري، ورحتي للمكتب اللي جنبه عشان تسألي عنه. فاكر يوميها لما قلتلي هو أستاذ سمير فين؟ ساعتها أنا ابتسمت وقلتلك عم سمير مشى والله، ومعرفش ليه أنا ابتسمت ساعتها، ومعرفش ليه برضه أنت ابتسمتي، بس بصراحة الابتسامة دي هي اللي عملت كل حاجة، كل حاجة. كل اللي فاكره بعدها ان معداش غير سنة وشوية شهور ولقيتك جنبي في الكوشة. لو عندك فيديو الفرح هات الدقيقة 43 في السي دي الأولاني. حاولي تفتكري انا كنت بقولك ايه ساعتها، واتفرجي على الفرحة اللي كانت في عينينا. هو صحيح التنظيم بتاع القاعة كان تعبان، بس اليوم ده هيفضل أحلى يوم في حياتي. لسه شايف صورنا في اسكندرية بتاعت السنة اللي قبل اللي فاتت، كانت منا لسه صغيرة. فاكرة اليوم ده؟ بعد ما اتصورنا عند وحيد ورحنا نتعشى بره، واكتشفت ان المحفظة ضاعت. هو صحيح برضه كان موقف مهبب، بس فضلنا نضحك عليه لحد ما رجعنا. فاكرة أول عيد جواز لينا؟ أنا لحد دلوقتي لسه بحب الجرافات الزرقاء اللي جبتها لي، ومش بحب ألبس غيرها.
عارفة؟ أنا لسه معايا الميدالية اللي عليها أسامينا، شلتها من المفاتيح أول ما حصل اللي حصل، بس بصراحة ما قدرتش أكمل أسبوع من غيرها ورجعتها على طول. حاسس إنها بقت جزء مني زي ما أنت بقيتي جزء مني كده بالظبط. فاكرة يوم ما منى اتولدت؟ حسينا يومها إن إحنا بقى لنا لازمة في الحياة. حسيت ساعتها إن الدنيا بتصالحني، بتصالحني على حاجات كتير كتير قوي. فاكرة كنا عايزين نسميها إيه في الأول؟ وبعدين بصراحة بقى أنا اتعودت على طبخ، كل الأكل التاني مبقالوش طعم زي ما الأيام من غيركم كده مبقالهاش طعم. حاسس إن الشهر ده عدى سنة، الأيام مملة وشبه بعضها وبتعدي ببطء. مش عارف انت بتفكري في ايه دلوقتي، جايز تكوني بتفتكري نفس الحاجات دي، جايز تكوني نسيتيها او مش عايزه تفتكريها. بس احنا يا مي لو ما رجعناش عشان كل الحاجات دي، اللي اكيد بقى ان احنا لازم نرجع عشان منا. ذنبها يتبهدل بينا وهي لسه ما كملتش 4 سنين. ما هو مش معقول ننسى كل الحاجات دي عشان موقف عبيط. حتى لو ما كانش عبيط، احنا اللي بينا اكبر من كده بكتير. ولو لسه يا ستي مقتنع ان انا الغلطان، افتكر ان حق عليك انك تسامحيني، وافتكر ان مفيش حد ما بيغلطش. مي، انا هتصل بيكي كمان يومين، يا ريت تفكري في الكلام ده كويس، ويا ريت تفتكري كل الحاجات اللي بينا وتبصي للموضوع من جميع الجوانب وتفتكري منه. مع السلامة يا مي. ودي كانت لحظة شجاعة قدر أيمن فيها إنه يشوف الصورة كاملة ويبص للموضوع من جميع الجوانب، يتنازل شوية عن كبرياء ويعمل المفروض كان يتعمل. خلص أيمن رسالة وجاه يضغط انتر عشان يبعتها، بس اتفاجأ الإنترنت قطع وافتكر إن الساعة بقت 2 بالليل وإن النت بيقطع كل يوم في الوقت ده وبيجي بعدها بساعة. قرر انه يستنى لما النت يجي عشان يبعتها. في الفترة دي قعد يفكر تاني وحس انه هيتنازل عن كرامته لما يبعت الرسالة دي، وحس انها هي الغلطانة وهي المفروض تعتذر. وبعدين اشمعنى هو اللي يتنازل وليه مش هي اللي تبدأ؟ وبدأ يفكر من جديد. لما النت رجع قرر انه ما يبعتش رسالة ويستنى لبكرة عشان يفكر في الموضوع كويس. مضت منذ هذه اللحظة 6 سنوات عاش كل واحد فيها بمفرده، وكبرت منا بين أبوين منفصلين، وهو ما زال ينتظر لحظة الشجاعة لتزوره من جديد.